السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم المعلومات. في هذا الفيديو نوضح لك كيفية نسخ النص من الصور على هواتف الأندرويد أو الآيفون، سواء كان النص باللغة العربية أو الإنجليزية أو أي لغة أخرى. قبل ما نبدأ، إن كانت أول مرة لك في القناة يمكنك الاشتراك، وإن أفادك الفيديو لا تنسى وضع لايك له. الطريقة الأولى التي تمكنك من نسخ النص من الصور وهي باستخدام تطبيق ترجمة جوجل. هنفتح تطبيق ترجمة جوجل. إن لم يكن لديك يمكنك تنزيله، فهو متاح للأندرويد والآيفون. بعد كده هنحدد اللغة الأولى وهي لغة النص الذي تريد نسخه من الصورة. واللغة الثانية هنحدد أي لغة أخرى. بعد كده تضغط على زر الكاميرا. ثم تضغط على خيار استيراد أو امبورت في أسفل التطبيق. هيفتح ليك معرض الصور، هتختار الصورة التي تريد نسخ النص منها. بعد كده تنتظر قليلا ليتم مسح الصورة والتعرف على النص الذي بها، ثم تقوم بالتمرير بإصبعك على الجملة أو النصوص التي تريد نسخها من الصورة. ستجد أنه تم ترجمة النص الذي حددت عليه. تضغط عليه لينتقل بك إلى الواجهة الرئيسية للتطبيق بحيث يمكنك نسخه. الآن هتضغط على النص باستمرار، ثم تضغط على زر النسخ. وكده يكون تم نسخ النص إلى الحافظة. يمكنك الآن الذهاب إلى تطبيق الوورد أو أي تطبيق خاص بالكتابة ولصق النص فيه وحفظ النص على هاتفك. نأتي الآن إلى الطريقة الثانية والتي يمكنك من خلالها أيضا نسخ النص من الصور، وهي باستخدام تطبيق صور جوجل. هتدخل إلى تطبيق صور جوجل. إن لم يكن لديك يمكنك تحميله للأندرويد أو للآيفون. بعد كده هتفتح الصورة التي تريد نسخ النص منها من خلال تطبيق صور جوجل. بعد ذلك هتضغط على زر لينس أو عدسة في الأسفل. هيفتح ليك الصورة في أداة عدسة جوجل. هتختار من ضمن الخيارات في الأسفل النص أو التكست. ثم تضغط على تحديد الكل أو Select All. هيقوم بتحديد جميع النص اللي في الصورة. هتقوم أنت بتحريك علامتي الاقتباس على الجملة أو الفقرة التي تريد نسخها من الصورة. ثم تضغط على زر كوبي تكست أو نسخ النص في أسفل التطبيق. بكده يكون قد تم نسخ النص إلى الحافظة، ويمكنك لصقه في تطبيق الوورد وحفظه على جهازك. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى يكون أفادك. لا تنسى أن تضغط لايك ولا تنسى الاشتراك بالقناة.